وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل أن المالكية يقولون أن ركعتي الفجر بالفاتحة فقط. نعم، ورد ذلك عند المالكية، وإنهم أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي كان يخففه حتى نقول أقرأ أم لم يقرأ، فقالوا بذلك أنهم يرون أن بالفاتحة فقط. وهذا طبعا ظن منهم، وهو قول مرجوح لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي كان يقرأ بالفتحة والكافرون في الركعة الأولى، والفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وأيضا ورد أن النبي كان يقرأ بالفاتحة وقول ربنا عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية البقرة، هو في الركعة الثانية بالفتحة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران. ولذلك على كل حال الفاتحة تصح في النافلة وفي الفريضة، لكن الإنسان أن يداوم على ذلك ويظن أنها السنة، نقول هذا خلاف السنة في الحقيقة. وإلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالفاتحة ويقرأ معها بسورة أو بآية، وهو أقوى من هذا الحديث الذي أخذه المالكية ظنا وليس عندهم فيه دليل ثابت، والله المستعان.